اهلا بكم في الدرس الرابع من مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي الصناعي. درس النهاردة عن دالة التغير ودالة متوسط التغير. دالة التغير لها قانون، رمز دالة التغير ت ه بتساوي دالة س زائد ه ناقص دالة س. دالة متوسط التغير رمزها م بتساوي دالة س زائد ه ناقص دالة س على ه. ناخد أمثلة. مثال رقم واحد، إذا كانت دالة س بتساوي 2 س زائد 3 وكانت س تتغير من 3 إلى 3.5، أوجد متوسط التغير. هنكتب القانون. دالة متوسط التغير م بتساوي دالة س زائد ه ناقص دالة س على ه. قبل ما نبدأ لازم نبقى عارفين إن الس اتغيرت من 3 ل 3.5، يعني س زائد ه هتتعوض مكانها ب 3.5. أول حاجة هجيب دالة س زائد ه، هعوض مكان س زائد ه ب 3.5 في المعادلة الأساسية، فهشيل الس وأحط س زائد ه اللي هي 3.5، يبقى 2 في 3.5 زائد 3. 3.5 في 2 ب 7 زائد 3 بتساوي 10. بعد كده اجيب دالة س، اعوض مكان الس ب 3، يبقى 2 في 3 زائد 3. 2 في 3 ب 6 زائد 3 ب 9. بعد كده هجيب ال ه اللي هي مقدار التغير، 3.5 ناقص 3 بيساوي نص، يبقى مقدار التغير نص. نعوض بقى في دالة متوسط التغير بالارقام. متوسط التغير م بيساوي دالة س زائد ه اللي هي 10 ناقص دالة س اللي هي 9 على اله اللي هي نص، هتساوي 1/5. مثال كمان. مثال رقم 2، اوجد متوسط التغير للدالة د حيث دالة س تساوي س تربيع زائد 2 س، ثم احسب متوسط التغير لهذه الدالة عندما تتغير س من 3 الى 3.2. اول حاجة هنجيب دالة التغير ت ه بتساوي دالة س زائد ه ناقص دالة س. المعادلة الأساسية هشيل السين واحط سين زائد ه، هشيل السين تربيع واحط سين زائد ه تربيع، زائد الاتنين زي ما هي، هشيل السين واحط سين زائد ه. اللي بين الأقواس ده دالة سين زائد ه. دالة سين اكتبها زي ما هي، سين تربيع زائد 2 سين. افك الأقواس. القوس التربيعي كنا بنفكه ازاي؟ الاول تربيع سين في سين بسين تربيع، التاني تربيع ه في ه به تربيع. الحد الاوسط كنا بنجيبه ازاي؟ الاول في التاني في 2، سين في ه بسين ه في 2 يبقى 2 سين ه. واضرب الاتنين في السين وفي اله، 2 في سين ب 2 سين، 2 في ه ب 2 ه. القوس التاني، اضرب السالب في السين تربيع واضرب السالب في 2 سين، سالب 1 في سين تربيع بسالب سين تربيع، سالب 1 في 2 سين بسالب 2 سين. السين تربيع هتروح مع السين تربيع، والاتنين سين هتروح مع الاتنين سين، هيتفضل 2 سين ه زائد ه تربيع زائد 2 ه. وبكده نكون جبنا دالة التغير. احنا اول حاجة عايزينها متوسط التغير. متوسط التغير م بتساوي دالة س زائد ه ناقص دالة س على ه، يبقى 2 س ه زائد ه تربيع زائد 2 ه على ه. هطير ال ه اللي في المقام مع ال ه اللي في البسط، 2 س ه على ه، ال ه هتروح مع ال ه هيتفضل 2 س، ال ه تربيع، تربيع هيروح مع ال ه اللي تحت هيتفضل ه، 2 ه على ه، ال ه هتروح مع ال ه هيتفضل 2. يبقى اول مطلوب متوسط التغير هيساوي 2 س زائد ه زائد 2. تاني مطلوب احسب متوسط التغير عندما تتغير س من 3 الى 3.2. معنى كده ان 3 هي الس وال 3.2 هي الس زائد ه. لو احنا عايزين نجيب اله، اله هنجيبها ازاي؟ اله هتساوي 3.2 ناقص 3 هتطلع 2.2. فهعوض في متوسط التغير اللي انا لسه جايبه 2 في س، 2 في 3 زائد اله لسه جايبينها ب2 زائد ال2 هتساوي 8.2. مثال كمان. مثال رقم 3، اذا كانت الدالة د حيث دالة س تساوي 2 على س زائد 1. اول حاجة اوجد دالة التغير ت عند س بتساوي 2. تاني حاجة احسب قيمة ت سالب 1.5. اول حاجة هنجيب دالة التغير ت عند س بتساوي 2. اكتب القانون. دالة التغير ت ه بتساوي دال س زائد ه ناقص دال س. في المسألة عايزها عند س تساوي 2، اشيل الس واحط
مكانها 2، يبقى ت ه هتساوي دالة 2 زائد ه ناقص دال 2. هعوض في الدالة الأساسية، هشيل السين وأحط 2 زائد ه، يبقى 2 على 2 زائد ه زائد 1 ناقص دالة سين اللي هي دالة 2، أشيل السين وأحط مكانها 2، يبقى 2 على 2 زائد 1، الاتنين هتبقى زي ما هي على 2 زائد 1 ب3 زائد اله ناقص 2 زي ما هي على 3. أوحد المقامات على 3 في 3 زائد ه، 3 في 3 زائد ه على 3 زائد ه، 3 زائد ه هتروح مع 3 زائد ه هتفضل 3، ال 3 هضربها في البسط، 3 في 2 ب6 ناقص نفس الكلام 3 في 3 زائد ه على 3، ال 3 هتروح مع ال 3 هتفضل 3 زائد ه، ال 3 زائد ه هضربها في البسط، 2 في 3 ب6 زائد 2 في ه ب2 ه، 6 ناقص 6 هيروحوا مع بعض، سالب هيتضرب جوه، سالب في 2 ه بسالب 2 ه على المقام زي ما هو 3 في 3 زائد ه. بكده نكون جبنا اول مطلوب، دالة التغير عند س بتساوي 2، ت ه بتساوي سالب 2 ه على 3 في 3 زائد ه. تاني مطلوب احسب قيمة ت سالب 1.5، هشيل اله واحط سالب 1.5، يبقى ت سالب 1.5 بتساوي سالب 2 في اله بسالب 1.5 على 3 في 3 اله بسالب 1.5 هتساوي 2 على 3. مثال رقم 4، صفيحة على شكل دائرة تتمدد بالحرارة، احسب متوسط التغير للدائرة عندما يتغير نصف القطر من 5 إلى 5.1 سنتيمتر، علما بأن مساحة الدائرة تساوي ط نق تربيع. ده نوع من المسائل اللفظية، بدل ما هنستخدم المتغير س هنستخدم المتغير نق. اول حاجة هكتب القانون، متوسط تغير م بيساوي د نق زائد ه ناقص د نق على ه، استبدلت السين وحطيت نق، اول حاجة هجيب نق زائد ه بتساوي النق اتغيرت نص القطر اتغير من 5 لخمسة وواحد من عشرة، يبقى الخمسة واحد من عشرة دي هي نق زائد ه والخمسة هي النق، يبقى دالة 5.1 هتساوي هشيل النق وحط قيمتها 5.1، يبقى الط في 5.1 تربيع بتساوي 26.1% ط. بعد كده هجيب دال نق اللي هي دال 5 بتساوي ط نق بكام؟ بخمسة، يبقى 5 تربيع بتساوي 25 ط. بعد كده هجيب اله بتساوي 5.1 ناقص الخمسة هتساوي 1/10، فعوض في القانون، متوسط التغير م بتساوي د نق زائد ه اللي هو 26.1 ط ناقص د نق اللي جبناها ب 25 ط على اله ب1/10 هتساوي 10.1 ط. وبكده نكون خلصنا الدرس الرابع، دالة التغير ومتوسط التغير. أتمنى تكونوا استفدتوا، انتظروني في الدرس الجاي إن شاء الله.